السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في مطبخ انتصار أم ريم. اليوم غادي نقدم لكم كبسة السردين مشوية بتوابل اللي هي رائعة، كتعطيها واحد اللذة وواحد النكهة، وهذه فرصة بالنسبة للوليدات اللي ما كيبغوش لينا السردين كنصيبوه بهذه الطريقة هذه، فما كيعرفوش اشنا هو، لأنه حتى النكهة ديالو كتبدل. ونعطيوه لوليداتنا لأنه عنده عدة فوائد للكبار وعلى حسن الصغار. دابا ندوزو للمقادير. غادي نحتاجو عندي هنا كيلو ديال الكبسه ديال السردين اللي انا غاسلاه ومنقياه وطاحناه كيف كتشوفوا. عندي بصله محكوكه، عندي واحد الكميه ديال القزبر والمعدنوس، عندي هنا معلقه صغيره ديال الثومه بودر وجوج دروسه ديال الثومه، عندي معلقه كبيره ديال عطريه الحوت الحمراء، عندي معلقه كبيره ديال القزبر يابس مطحون، عندي القليل من السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الكمون، وعندي راس معلقه صغيره ديال البزار. ما نقويوش البزار لان عطريه الحوت كتكون اصلا فيها الشونيه كتكون حاره. وعندي معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي. بالنسبه لهنا عندي معلقه كبيره ديال الشحمه ديال الكلوه محكوكه رقيقه، وعندي معلقه صغيره ديال الخبز محمص او شابلوغ اللي كنت نزلت الفيديو ديالو كيفاش كنصايبوه، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال التحميره الحمراء او الفلفل الحلو. غادي ندوزو للطريقه. غادي ناخذ الكفته اللي عندنا، غادي نزيدو عليها البصله والكميه ديال القزبر والمعدنوس، تكون واحد الكميه زايده شويه. غادي نزيدو عليها سكنجبير، كمون، معلقه ديال عطريه الحوت، البزار، والخرقوم بلدي، قزبر يابس، الشحمه. كيف كتشوفوا الشحمه فدرت غير معلقه واحده، اللي بغى يزيد يزيد واللي مبغاهاش ما يديرهاش، كتبقى اختياريه، غير هي كتعطينا واحد اللذه في هذه الكفته ديال السردين. معلقه ديال التحميره، ومعلقه ديال الشابليغ او الخبز محمص. غادي نضيف الثومه بودر، وغادي نحك هاد جوج دروس ديال الثومه اللي عندي. صافي انا دابا درت جوج دروس ديال الثومه، غادي نحاول نخلطوا هاد العناصر كامله مزيان. ما نساوش الملحه، ما حطيتهاش انا في المقادير. كل واحد يدير قياسه ديال الملحه. الملح وغادي نزيد واحد قياس جوج معالق كبار ديال العصير ديال الحامض. انا عندي هنا عصره من قبل. صافي وغادي نخلطوا هاد المكونات كاملين، وغادي نخليو هاد الكبسه ترتاح واحد ربع ساعه ولا نص ساعه، قد ما ساحت كتكون احسن باش تشرب لينا في هاد المقادير وهاد العطريه هذه. ومن بعد غادي نشكلوها باش صافي. هيا الكبسه تاعتي بعد ما خليتها ارتاحت 15 دقيقه ونسجموا لي جميع العناصر. دابا غادي ندوز باش نديرها هكايا على شكل خبيزات صغيورين، وانتم الا بغيتوا ديروها في القضبان ديال العود حتى هي كتجي مزيانه. انا بغيت نديرها اليوم على هذا الشكل هذا. صافي حتى نكمل كل شيء، وغادي ندوزها باش نشويها على الفاخر. دابا الكفته تاعتي هاهي حطيتها على الفاخر في الشوايه،
ملي غادي نخليها حتى طيب لي على الجهه الاولى ونعاود نقلبها طيب على الجهه الاخرى، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي للكفته ديال السردين اللي كتجي رائعه ولذيذه. دابا كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي للكبسه ديالتي، كتجي رائعه، كتجي ناشفه وكتجي صحيه لا بالنسبه للوليدات ولا بالنسبه حتى للكبار. كنتمنى الوصفه تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، والا عجبتكم ما تنساوش بارطاجيوها مع الاصدقاء وتضغطوا لايك وتنضموا للقناه باش ديما توصلوا بالجديد.